أعلم أن الربح من المقالات الفورية الخاصة بالفيسبوك من أفضل مجالات العمل لكل من يرغب في الربح من التدوين. هل تعلم ما هي الانستانت أرتيكل التي تكلم عنها الأخ رغيب أمين وكيفية تفعيلها؟ في هذا الفيديو سأعلمك خطوة بخطوة كيف تكسب المال عبر الفيسبوك عن طريق تفعيل المقالات الفورية. الطريقة بعد قليل، تابعوني. السلام عليكم أيها الرائعون. اليوم وإن شاء الله كرد على الفيديو الخاص بالصديق رغيب أمين كيف يمكنك ربح المال من فيسبوك عن طريق برنامج فيسبوك انستانت أرتيكل. هذا البرنامج الخاص بالمقالات الفورية الخاصة بالفيسبوك طلب منا عديد الأخوة أن نبين كيفية تفعيل هذه الخاصية، لأنه الصديق رغيب أمين طبعا ذكر الطريقة ولم يفصل كيفية تفعيلها بالنسبة لكل من يمتلك موقع ويب. اليوم سأشرح ذلك بالتفصيل وسأريكم خطوة بخطوة كيفية ربح المال من هذه الطريقة الرائعة. تلق في شرحنا على بركة الله. وما هي الانستانت ارتيكل؟ اكيد انك عندما تتجول في الفيسبوك قد لاحظت عديد المقالات التي تظهر ومع هذه الشارة تشبه شارة الامبي، وهي طبعا المقالات الخاصة بالفيسبوك. ما يميز هذه المقالات انه سريعة جدا وخفيفة. لاحظوا معي هي 10 مرات أسرع بالنسبة لبقية المقالات مقارنة بطبعا أجهزة الموبايل، ويحبها الناس أكثر بنسبة 70%. أكيد لكل من تصفح المقالات في الانستنت أرتيكل قد لاحظ كم هي سهلة التصفح، التنقل بين المقالات سهل جدا، خفيف جدا، وتأخذ المعلومة بطريقة سلسة. وأيضا حتى المستخدمون يحبون جدا هذا النوع من المقالات. لتفعيل الخاصية سنضغط على ساين أب، وهنا أوتوماتيكيا طبعا سيقوم أو سيطلب منك اختيار صفحة الفيسبوك التي تريد تفعيل الانستنت أرتيكل عن طريقها. طبعا الصفحة تكون مربوطة بحسابك أو بالموقع الويب الخاص بك. سنفترض أنني سأختار هذه الصفحة على سبيل المثال. أول شيء ستفعله لتفعيل هذه الخاصية أنك ستقوم بربط الويب سايت الخاص بك. هنا سيعطيك هذه الميتا تاج، هي ما ستحتاجه لإضافته في موقع البلوجر أو الووردبريس الخاص بك. بالنسبة للأخوة الذين يتعاملون مع بلوجر هذا سهل جدا، يكفي أخذها وإضافتها أسفل الهيد. بالنسبة لمن يتعامل مع الووردبريس أنصح بتنصيب هذه الإضافة Instant Article for Plugin for WordPress. سأقوم بتنصيبها. هنا بعد أن قمت بالدخول على الووردبريس أجد هذه الإضافة Instant Article for WP. سأقوم بتنصيبها وتفعيلها، ثم إضافة الكود الذي أعطاني إياه الفيسبوك. بعد أن قمنا بتنصيب هذه الإضافة هنا نأخذ الـ Page ID، ذلك الـ ID الذي أعطانا إياه الفيسبوك الخاص بالإضافة. سنضغط عليه ثم سنضغط على Save Changes. هنا نكمل المراحل. بعد أن قمنا بربط الموقع الخاص بنا سواء على بلوجر أو على الـ RSS، هنا سأستخدم هذا الموقع لأنه في شروط معينة أن يتم قبول موقعك أن يكون الموقع عليه ترافيك قوي. فهنا ستقوم بإضافة البرودكت RSS الخاص بك أنت، بمجرد فتحه لن تجد هذه الأخطاء. ستقوم طبعا بإضافة RSS الخاص بالموقع الخاص بك. عادة ما يكون RSS على هذه الصيغة، اسم الموقع /feed/post/default/RSS بهذه الطريقة، أو أن تقوم بإنشاء feed RSS خاص بك، طبعا هذا حسب الموقع الخاص بك. ثم ستضغط على save. بعد أن تقوم بإضافة الـ RSS الخاص بك، فلو ضغطت هنا على Post for Review، هنا ستلاحظ أنه كل البوستات التي تقوم بإنشائها ستجدها هنا. أنا قمت بإنشائها سابقا، ستجد هنا Your Post. هنا بالضغط على Production Article ستجد المقالات التي قام الفيسبوك بأخذها أوتوماتيكيا عن طريق الـ RSS الفيد الخاص به. لاحظ معي عن طريق الـ RSS feed. وهنا ستلاحظ أحيانا بعض الأخطاء يجب أن تقوم بإصلاحها.
فلاحظ معي هنا يعني المقال مكتوب يعني اللي سبورت. اوكي واحده واحده مصممه على ايه؟ لسه السنه قدامنا طويله. يعني هنا يقول انه يقبل فقط الاوسمه هاش 1 وهاش 2، لا يقبل هاش 3، فيجب ان تقوم بتعديل ذلك، ان تدخل على يعني البادي وتقوم بتحويل الهاش 3 الى الهاش 2 مثلا. ولاحظ معي هنا اصبح يعني الخطأ غير موجود، انت طبعا ستبحث عن الاخطاء هذه وتقوم بتعديلها حسب سياسة الفيسبوك. سياسة الفيسبوك في المقالات طبعا لا تشبه سياسة جوجل، فهنا مثلا ستجد ايضا خطأ يجب ان تقوم باصلاحه. كل الاخطاء التي ستجدها ستقوم باصلاحها. هنا نسيت شيء مهم جدا ان اقوله لكم، فقد تركته في البداية ديفولت، ولكن انت يمكنك ان تغير شكل الستايل الخاص بالفيسبوك من هنا، يعني تقوم بتغييره حسب ما تريد ان يظهر بالنسبة للناس، فهذا هو يعني الستايل العادي، يمكنك تغييره بالستايلات التي يعني الموجودة. مثلا هنا يمكنك التعديل على اللوجو في إضافة لوجو خاص بك، كيف تريد أن يظهر التايتل، السب تايتل، يعني كل الصور والألوان يمكنك أن تعدل عليها. وكما تلاحظ يعني هكذا يكون شكلة يعني الموقع في الانستنت ارتيكل، يعني خفيف جدا وهو ما يساعد في زيادة الأرباح. بالنسبة لإضافة الإعلانات فهذا سهل جدا، فإن كنت تتعامل مع بلوجر يمكنك أوتوماتيكيا اختيار الإعلانات الخاصة بالفيسبوك، سيقوم بتوجيهك إلى البزنس مانجر الخاص بك ثم تعديل معلومات حسابك، أو يمكنك اختيار منصة ووردبريس في نفس الإضافة التي قمنا بتنصيبها منذ قليل وهي الانستنت ارتيكل، فهذا سهل جدا. يمكنك اختيار الكود الخاص بالفيسبوك أو استخدام كود يعني إعلاني آخر، أو الكود الخاص مثلا بجوجل أدسنس لصقه هنا واختيار الدايمنشن التي تريدها 300 في 250 أو 320 في 50، لأنه نعلم جدا أن هذا النوع من المقالات هو المقال سريع خاص بالموبايل، ثم ستضغط على سيف، وهكذا يتم تسجيل يعني الإعلان الخاص بك للظهور لاحقا لتربح أنت منه المال. وبالنسبة للانستنت ارتيكل بعد أن تقوم بكل هذه المراحل ستضغط على هذه الأيقونة وهي Submit for Review، فسيقوم الفيسبوك ب يعني التثبت من الموقع من المقالات التي قمت بتنصيبها وبإنشائها ليراجع هل هي مخالفة لسياسة الفيسبوك أم لا، وعندما يجد أنها غير مخالفة يقوم بتفعيل حسابك، وبذلك أنت تتمتع يعني بهذه الخاصية، خاصية ربح المال من المقالات الفورية الخاصة بالفيسبوك، ولاحقا يمكنك طبعا نشرها على الصفحة الخاصة بك، ويمكنك طبعا إنشاء إعلانات ممولة لها لزيادة الأرباح إن كنت تعمل بإعلانات الفيسبوك أو بالإعلانات الخاصة بجوجل أدسنس أو غيره. هذا هو شرحنا لهذا اليوم كتعقيب على الفيديو الأخير للأخ رغب أمين، أتمنى أن يكون الفيديو قد نال أعجابكم، لا تبخلوا علينا بضغط زر لايك، شكرا لكل من يتابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.